أوجد قيمة y فيما يلي: لدينا 3y زائد 7 أقل من 2y، و 4y زائد 8 أكبر من سالب 48. إذن علينا أن نجد قيم y التي تحقق هذان القيدان. إذن دعونا نجد قيمة y التي تحقق هذان القيدان، وتذكروا أن لدينا و هنا. إذن لدينا 3y زائد 7 أقل من 2y. إذن دعونا نعزل الy على الجانب الأيسر، ولذا علينا أن ننقل هذه الy الموجودة على اليمين، ويمكننا أن نفعل هذا عن طريق طرح 2y من كلا الطرفين. إذن سنطرح 2y من كلا الطرفين في الجانب الأيسر. لدينا 3y ناقص 2y تساوي y زائد 7 أقل من 2y ناقص 2y. لا يوجد شيء آخر، هذا هنا يصبح صفر، ويمكننا أن نحصل على y هنا عن طريق طرح 7 من كلا الطرفين. إذن دعونا نطرح 7 من كلا الطرفين. في الجانب الأيسر لدينا y زائد 7 ناقص 7، هؤلاء يتم حذفهم ويتبقى لدينا y أقل من 0 ناقص 7 أي سالب 7. إذن هذا واحدا من القيود، أي هذا القيد الموجود هنا. الآن دعونا نتعامل مع هذا القيد. لدينا 4y زائد 8 أكبر من سالب 48. بداية دعونا نتخلص من 8 من الجانب الأيسر. إذن يمكننا أن نطرح 8 من كلا الطرفين. نطرح 8 من كلا الطرفين، ويتبقى في الجانب الأيسر 4y، لأن هؤلاء يتم حذفهم. 4y أكبر من سالب 48 ناقص 8، وبالتالي نحصل على سالب 56. إذن ستكون سالب 56، وأريد أن أعزل الواي، لذلك يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على موجب 4، ولا يتوجب أن نعكس المتباينة لأننا نقسم على عدد موجب. إذن دعونا نقسم كلا الطرفين على 4، وبالتالي نحصل على واي. نحصل على y أكبر من ناقص 56 تقسيم 4. دعونا نرى، 4 ضرب 10 يساوي 40، ويتبقى لدينا 16 أخرى. إذن هذا يساوي 14 ضرب 4. إذن y أكبر من سالب 14. 4 ضرب 10 يساوي 40، و 4 ضرب 4 يساوي 16، هذا يساوي 56. إذن y أكبر من سالب 14. ودعونا نتذكر أن لدينا هذه الوا هنا، وواي أقل من سالب 7. إذن يجب أن تحقق كل من هذين القيدين هنا. دعونا الآن نرسم على خط الأعداد. لدي خط الأعداد هنا، ولنفترض أن سالب 14 تقع هنا، السالب 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، هذه السالب 7، وهذه سالب 6، 5، 4، 3، 2، 1، هذا هو الصفر، ويمكننا الاستمرار. ونحن نبحث عن جميع قيم y التي تكون أقل من سالب 7، لذا دعونا ننظر إلى هذا. أقل من سالب 7 يعني أننا لن نشمل السالب 7، ولهذا نضع دائرة مفتوحة حول سالب 7. وأقل من سالب 7، لكن هذا هو القيد الوحيد. سوف نستمر بالانتقال إلى اليسار، لكن لدينا قيد آخر، وواي أكبر من سالب 14، وواي أكبر من سالب 14، لهذا نضع دائرة حول سالب 14، وهذا كله سيكون أكبر منها. وإذا لم يكن لدينا هذا الشرط الآخر، فيمكننا أن نستمر بكليهما لنشمل جميع قيم y التي تقع في المنتصف. هذه هي جميع قيم y التي أقل من سالب 7 وأكبر من
سالب 14، ويمكننا أن نتحقق من مدى نجاح هذه القيم لنجرب بعض القيم. إذا القيمة التي ستنجح، دعونا نأخذ سالب 10 من هنا ويجب أن تنجح، لذا دعونا نجربها. إذا لدينا 3 ضرب سالب 10 زائد 7 يجب أن يكون أقل من 2 ضرب سالب 10، هذا يساوي سالب 30 زائد 7 يساوي سالب 23، وهو حقا أقل من سالب 20. إذا نجحت هذه القيمة، وسالب 10 يجب أن تنجح لهذه المتباينة أيضا. إذا لدينا 4 ضرب سالب 10 يساوي سالب 40 زائد 8 يجب أن يكون أكبر من سالب 48. حسنا، السالب 40 زائد 8 يساوي سالب 32. إننا ننتقل بمقدار 8 وحدات في الاتجاه الموجب، لهذا نحصل على عدد أقل سالبية، وسالب 32 أكبر من سالب 48، إنه أقل سالبية، لقد نجح هذا. إذا نجحت السالب 10، والآن دعونا نجرب قيمة نعرف مسبقا أنها لن تنجح. الصفر لا يجب أن ينجح، لا يجب أن ينجح، إنه لا يقع ضمن مجموعة الحل. دعونا نجرب ذلك، فنحصل على 3 ضرب 0 زائد 7 تساوي 7، و7 ليس أقل من 0. إذن هذا يتعارض مع هذا الشرط الموجود هنا في حال وضعنا 0 هنا. أما إذا وضعنا سالب 15 فيجب أن يتعارض مع هذا الشرط، لأنه ليس ضمن مجموعة الحل هذه. على أي حال، أتمنى أن هذا العرض كان مفيداً.